رصدت الدائرة الإعلامية لإصلاح عدن إحصائية لعمليات الاغتيالات والانتهاكات التي استهدفت قيادات ونشطاء حزب الإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على النحو التالي. في 29 ديسمبر 2015 استهداف مقر الإصلاح بعدن كريتر بسيارة مفخخة عقب تفجير بوابة المقر على يد مسلحين كانوا على متن مدرعتين وسيارة مصفحة. في 15 أغسطس 2016 اغتيال القيادي الإصلاحي ورئيس المكتب التنفيذي الأسبق الشيخ صالح حليس برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية بالمنصورة ويشغل الشهيد منصب إمام وخطيب مسجد الرضا بالمنصورة. وشهد العام 2017 12 اعتداء ضد الحزب توزعت بين محاولات اغتيال القيادات واقتحام منازل البعض واعتداء على مقرات وإحراقها واغتيال عضو هيئة شورى إصلاح عدن الشيخ فايز فؤاد وإمام مسجد عبد الرحمن بن عوف في مدينة التقنية بالمنصورة برصاص مسلحين يستقلون طقما أمنيا في 12 من ديسمبر. كما شهد العام 2018 9 اعتداءات منها 3 عمليات اغتيال و4 محاولات اغتيال وعملية اختطاف وسط صمت من الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة.